بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنتكلم على اهم الملاحظات عندي في منهج الجرامر. اول ملحوظة عندي بيقول لي هنا اتس، كلمة اتس هنا انه يكون، لو جه بعدها صفة زي كلمة important بمعنى مهم، essential بمعنى ضروري، necessary بمعنى ضروري، بيجي بعدها ذات ثم الفاعل ثم مصدر او should زائد المصدر بالظبط. يبقى تاني كده بنقول ان كلمة اتس important، اتس essential، اتس necessary، ذات واجيب بعدها فاعل، بجيب يا اما مصدر يا اما should زائد المصدر، زيها زي كلمة مين suggest بمعنى يقترح. لو قلت مثال عليها بقول لك it's important that علي play the game well، من المهم ان علي يقوم بهذه اللعبة بشكل ايه جيد. اقول لك it's essential that هدى study hard، من الضروري ان هدى تذاكر جيدا. it's necessary that they should study hard. يبقى كل دي انا عبارة عن ملحوظة بتقول it's صفة ذات فاعل ثم مصدر او should زائد المصدر، خصوصا الصفات دي يعني it's important it's essential it's necessary. الملحوظة التانية بيقول in case of بمعنى في حالة، واحنا عرفنا ان كلمة in case of بيجي بعدها شبه جملة، تساوي الرابط with يعني في حالة، by بمعنى بواسطة، بيجي بعدها ها بنقول شبه جملة يعني اسم او verb ing او صفة ملكية زائد الاسم. صفة ملكية زي my و his و her و its و our و their و your. تعالى بعد كده بنقول الرابط should، should طبعا زي ما احنا عارفين لو جه بعده فاعل بيجي في الحالة الأولى وفي الحالة التانية من حالة if. لو جه في الحالة الأولى بيجي بعده should ثم فاعل ثم مصدر ثم جواب شرط حالة أولى، جواب شرط يعني بجيب فاعل will زائد المصدر أو may زائد مصدر أو must مصدر كان مصدر، أو إن استخدم صيغة be going to، أو إن استخدم الأمر أو العرض أو الاقتراح أو الطلب أو التهديد أو التحذير. should لو جت في الحالة التانية بقول should فاعل ثم المصدر زي هذه الحالة الأولى كفعل شرط، وبعد كده جواب الشرط بتاعها بيكون جواب شرط حالة تانية، جواب شرط حالة تانية يعني بجيب الفاعل ثم بجيب بعد would أو could أو might زائد المصدر. لو كان بادئ بدل الفاعل بمفعول بجيب بعد المفعول بجيب بعده إيه ها would أو could أو might بتصريف تالت. تعالى للملحوظة رقم 4 كلمة where. احنا عرفنا ان where دي لها شكلين اتنين، اما تكون اساسية في الجملة زي if I were you، لو كنت مكانك I would study hard، كنت ذاكر كويس. if I were you، لو كنت مكانك I would help the orphans، كنت ساعد الايتام. لو انت حذفت كلمة if بتبدأ بكلمة where وبتجيب بعد where الفاعل ثم تكملة بدون فعل، يعني اقول where are you، لو كنت مكانك، وكمل بعد كده بجواب شرط حالة تانية زي ما احنا قلنا. طب تعالى لو ما كانتش أساسية، يعني لو ما كانتش أساسية يعني إيه؟ يعني ما كانتش وير في الجملة أساسا. لو قلت في الجملة مثلا if I studied medicine، لو أنا درست طب I would be a doctor، كنت زماني طبيب، بس في الواقع إن أنا ما درستش طب وفي الواقع إن أنا مش دكتور، ده معناها إن أنت بتفترض حاجة عكس الواقع، فبتجيب وير في أول الكلام ثم فاعل ثم تو زائد المصدر وبتكمل بجواب شرط حالة تانية. دي مهمة، وير فاعل تو زائد المصدر. لو قلت مثلا where I to study medicine I would be a doctor. الملحوظة اللي بعدها رقم 5 بيقول لو انت عندك فاعل زي I و he و she و they و we و you وجبت بعدها كلمة wish يعني انا بتمنى، وجبت I او he او she او they او we او you، تقدر ان انت تجيب مع كل الضمائر دول كود زائد المصدر. تقول لي ازاي؟ مش كود دي يعني كانت بتيجي مع I و we في حالة التمني في المستقبل؟ اقول لك ايوه، لكن في حالة عدم الاستطاعة تقدر ان انت تستخدم كلمة كود مع جميع الضمائر وجميع الاسماء المفردة والاسماء الجمع. ازاي الكلام ده؟ لو بقول هنا she can't play the game، هي مش قادرة تلعب باللعبة، تلعب اللعبة دي، فبقول ايه if only she could play the game. اقول لك she can't sleep well، هي مش عارفة تنام كويس because she has a headache، لانها عندها صداع. فقلت هنا I wish she could sleep، اتمنى ان هي تقدر تنام. يبقى كلمة could تقدر تيجي مع كل الضمائر المفردة والجمع ومع الاسماء المفردة والجمع في حالة ان هي كان اصل الجملة تعبر عن عدم استطاعة. تعالى في المعلومة رقم 6 بيقول لي فاعل واجيب بعده كلمة wish او wishes او wished. تعالى نتكلم على الفعل اللي بيجي بعده كلمة wish، هو الفعل I they we you اي اسم جمع. الفعل wishes هو he وshe وكمان عندي الاسم المفرد. اما كلمة الفاعل ثم وجد طبعا بيجي في زمن الماضي البسيط مع كل الاسماء المفردة والجمع والضمائر المفردة والجمع. اقول هنا فاعل وبجيب بعده اي فعل من دول ثم فاعل، ممكن اجيب was او were ثم verb ing. قال لي طب التمني ده في حالة ايه؟ قال لك في حالة المضارع المستمر. يعني واحد بيقول مثلا ايه I am not drinking a cup of tea I feel headache، بمعنى انا ما بشربش كوباية شاي، يعني ما بشربش دلوقتي شاي فانا حاسس بصداع. فيقول ايه I wish I was، لو جبت I were ما فيش مشكلة لانك انت بتفترض في الحالة التانية
I wish I was aware drinking a cup of tea. يا سلام لو انا بشرب كوباية شاي دلوقتي، يبقى كده انت بتتمنى. بقول لك مثلا he isn't playing with his friends now in the club، هو ما بيلعبش دلوقتي مع زمايله في النادي. I wish he was playing with his friends now، اتمنى لو كان بيلعب مع زمايله الان. الملحوظة رقم 7 بيقول ان هاد ممكن تيجي في الحالة التانية وفي الحالة التالتة من اف. بتعرفها ازاي؟ لو جت هاد في الحالة، ها خليك معايا بقى، لو جت هاد في الحالة التانية بجيب بعدها السبجكت الفاعل ثم بعدها بيجي اسم. يعني ايه حكاية الاسم دي؟ قال لك الاسم ده لو انا بقول لك if I had a watch I would tell you the time، لو انا كان معايا ساعة كنت اقول لك الساعة كام. كده انت بتجيب الحالة التانية if I had a watch، لو كان عندي ساعة I would tell you the time، كنت قلت لك الوقت. شيل اف وهات هاد، يبقى هاد اي اواتش، لو كان معايا ساعه يبقى الاسم ده هيكون في الجمله بتاعتنا اواتش، وكمل بجواب شرط حاله تانية. طب لو جت هاد، خلي بالك بقى من هاد وبعدها فاعل ثم التصريف الثالث، اعرف ان دي كانت الحاله الثالثه الاف. طب هنعرفها ازاي؟ ان اساس الجمله كان اف اي هاد هاد اواتش، لو كان معايا ساعه اي وود هاف تولد يو ذا تايم، كنت قلت لك الساعه كام. لو انت شلت اف هتقولي had I had a watch وتكمل جملتك العادية I would have told you the time، كنت قلت لك الساعة كام. يبقى had تستخدم في الحالة التانية وفي الحالة التالتة، بتعرفها في التانية لما يجي فاعل ثم اسم، وتعرفها في التالتة لو جه بعدها فاعل ثم تصريف تالت. في كلتا الحالتين طبعا، في الاول اللي هو الجزء الاول بتاع الاسم ده بتجيب شرط جواب شرط حالة تانية، اما في التصريف التالت الباست بارتيسيبل بتجيب بعدها جواب شرط حالة تالتة. تعالى في المعلومة التامنة اف، لو جه بعدها جملة ماضي بسيط فانت عارف ان انت ممكن تجيب فاعل ثم would have to زائد المصدر. ايه حكاية would have to زائد المصدر؟ في طلبة لما تشوف كلمة would have تقول لك بس دي حالة ثالثة، بس ركز، هي would have تصريف ثالث ولا would have to زائد المصدر؟ اصل لو كانت would have تصريف ثالث يبقى دي حالة ثالثة، فكان هنا يبقى ماضي تام، لكن لو جه فاعل would have ثم to زائد المصدر يبقى المفروض دي حالة ثانية، يبقى would have to كان ينبغي عليه ان يفعل. لا، هتجيب هنا ماضي بسيط وهتجيب في الجزء ده would have to زائد المصدر. تعال للمعلومة رقم 9، بيقول هنا اف ممكن اجيب بعدها جملة ماضي تام، امتى؟ لما يجي فاعل would have تصريف ثالث زي ما احنا قايلين لسه دلوقتي. طبعا جملة الماضي التام عبارة عن جملة ممكن لو بدأت بفاعل بجيبها ثم التصريف الثالث، بدأت بالمفعول لازم تجيب جملة ماضي تام مبنية للمجهول، يعني مفعول هاد بن ثم التصريف الثالث، مفعول هاد بن ثم التصريف الثالث. بالنسبة بقى للجزء الثاني، لو كان بدل الفاعل مفعول كنت هتقول مفعول would have been ثم التصريف الثالث، تاني لو كان مفعول هتجيب would have been ثم التصريف الثالث. عاوزك بقى تركز معايا في الملاحظات الجاية دي، بيقول لي في الملحوظة رقم 10 اف لو جه بعدها فاعل ثم هاد تو زائد المصدر، أولا كلمة هاد تو زائد المصدر ده عبارة عن جملة اضطرار في الماضي، زي ما انت كنت بتقول مثلا it was necessary for me، كان من الضروري علي، I had to مثلا زائد المصدر. بيقول لك لو جبت اف ثم فاعل ثم had to زائد المصدر اعرف ان دي حالة تانية، فلازم تجيب جواب شرط حالة تانية. يعني لو قلت في الجملة if I had to take a taxi، لو كنت مضطر ان اخد تاكسي I would have enough money، فكان المفروض يبقى معايا ما يكفي من المال. يبقى تاني اف ثم فاعل ثم هات تو زائد المصدر يبقى ده شكل حالة تانية، بتجيب بعده جواب شرط حالة تانية زي ما احنا اتفقنا، فاعل would او could او might زائد المصدر، او مفعول would او could او might be ثم تصريف ثالث. تعالى الملحوظة رقم 11، بقول لك لو جبت اف وجبت بعدها جملة مضارع، ايه شكل المضارع؟ اي شكل مضارع بسيط او مضارع مستمر او مضارع تام او مضارع تام مستمر. تاني جملة مضارع بسيط او مضارع مستمر أو مضارع تام أو مضارع تام مستمر. هتجيب بعد كده فاعل، طب لو جبت الفاعل ده خصوصا الفاعل يو أهي ثبتها لك ما بين أقواس، هتجيب بعدها كلمة هاد بيتر، أوعى لما تشوف كلمة هاد بيتر تحسب إن هاد دي جواب شرط حالة تانية، لا ده جواب شرط حالة أولى لأنها عبارة عن نصيحة من الأفضل أن تفعل. لو لقيت كلمة هاد بيتر زائد المصدر اعرف ان لازم الجزء الاول يكون جملة مضارع اي شكل من اشكال المضارع. لو جبت برضو في الجزء الثاني يو اللي هو الفعل اللي قلنا عليه، جبت كلمة وود رذر زائد المصدر يبقى نفس الكلام، دي حالة اولى، يبقى كلمة وود زائد رذر زائد مصدر هاد بيتر زائد مصدر يبقى ده جواب شرط حالة اولى، جواب شرط حالة اولى. ندي مثال if he studies hard، لو هو بيدرس كويس. يقول لي يا مستر اولا ما اقدرش ان انا اجيب كلمة هي، ليه؟ لان انت عندك هنا يو، يبقى لازم تثبت هنا فعل الجملة يو. يقول لك if you study hard، لو انت بتذاكر كويس، you had better
سيرش فور مور انفورميشن تو جيت ايه ذا فول مارك، يبقى من الافضل ليك ان انت تبحث عن معلومات اكتر عشان تحصل على الدرجه النهائيه. يبقى لو انت بتذاكر كويس من الافضل ان انت تبحث عن معلومات اضافيه. نفس الكلام بكلمه وود راذر زائد المصدر. تعالى الملحوظه رقم 12، بقول كلمه اتس نيسيسري تو زائد المصدر. اذا شفت كلمه اتس نيسيسري تو زائد المصدر يبقى لازم حضرتك، او اتس امبورتنت تو زائد المصدر، اتس اسينشال تو زائد المصدر، بتجيب اف في نص الكلام، بتجيب بعدها جمله مضارع بسيط او مستمر او تام او تام مستمر، ودي بتكون حاله اولى. يبقى لو بدات العباره بتاعتنا جواب شرط باتس نيسيسري او اتس امبورتنت او اتس اسينشال، بتجيب بعدهم تو زائد المصدر وتجيب اف ثم صيغه مضارع بالاشكال الاربعه دول. تعال الملحوظه رقم 13، ات ووز نيسيسري. كلمه ات ووز نيسيسري كان من الضروري، كان من الضروري هنا زيها زي كلمه ايه الفاعل هات تو زائد المصدر زي الملحوظه رقم 10. لو انت جبت كلمه ات ووز نيسيسري تو زائد المصدر اعرف ان ده جواب شرط حاله ثانيه، فبالتالي هتجيب اف وبعد اف ده هتجيب ماضي بسيط فعل شرط ماضي بسيط. يعني ماضي بسيط يعني التصريف الثاني للفعل، يعني تجيب الفعل ثم التصريف الثاني، ان انت تجيب مصدر وتضيف له دي او اي دي او اي دي او تصرفه فعل شاذ. لكن لو كان بدل الفاعل مفعول هتعامله مبني للمجهول باسيف، يبقى لازم تجيب المفعول ثم ووز او وير ثم التصريف الثالث للفعل. اقول لك ات ووز نيسيسري تو انفايت هيم تو ذا بارتي، كان من الضروري عليا ان انا ادعوه للحفله. اف هي invited me to his party، لو هو دعاني قبل كده لدعوته، يعني كان من الضروري ان انا ادعيه في ايه في حفلتي لو هو كان دعاني في حفلته. نفس الكلام لو قلت هنا it was necessary to invite him to my party if I was invited to his party، يعني كان من الضروري ان انا ادعيه لحفلتي اذا كنت انا دعيت الى حفلته. تعالى للملحوظه رقم 14، وهنا بيقول لو جبت كلمه ليتس، اولا ليتس دي اقتراح، ليتس اقتراح زائد المصدر، بتجيب بعد كده اف في نص الكلام وتجيب جمله مضارع بسيط او مستمر او تام او تام مستمر، يبقى دي حاله اولى فعل شرط حاله اولى. يبقى اي عباره بادئه بكلمه ليتس زائد المصدر بتعملها حاله اولى. اقول لك ليتس بلاي اف يو ار فري ناو، لو انت فاضي دلوقتي ما تيجي ان احنا نلعب. اقول لك ليتس ستادي if you want to study with me، ما تيجي نذاكر لو انت عاوز تذاكر معايا، ما تيجي نذاكر مع بعض خلاص مش مشكله. تعالى اللي بعدها الملحوظه رقم 15، لو جبت اف، لو جبت اف، جبت جمله مضارع بسيط، جبت جمله مضارع بسيط وجبت في الجزء الثاني كمان مضارع بسيط، مضارع بسيط، لو تلاحظ ان المضارع البسيط، المضارع البسيط يبقى في الجزء ده دي حاله صفريه. احنا عارفينها ان الحاله الصفريه كانت بتعبر عن الحقيقه او الفيكسد هابتس العادات الثابته او الريبيتد اكشنز اللي هي الاحداث المتكرره للشخص، او جيفنج انستراكشنز اعطاء التعليمات. لكن خلي بالك لو حضرتك جبت هنا بعد اف مضارع بسيط حقيقه ولقيت في الحقيقه دي صفه ملكيه زي كلمه ماي او هيز او هير او ذير او اور او يور، او اسم اشاره زي كلمه ذس او ذات او ذيس او ذوس، حول الجمله دي الى حاله اف الاولى. تعالى اقول لك مثال، لو انت بتقول if you water plants، لو انت بتروي النباتات they grow well، بينمو بشكل كويس، صح دي حالة صفرية. لكن لو قلت لك if I water the plants in my garden، لو انا اروي النباتات اللي في الحديقة بتاعتي they will grow well، سوف ينمو كويس او سوف تنمو بشكل جيد. لاحظ ان انا لما جبت صفة الملكية كلمة my، اي صفة ملكية او اي اسم اشارة، اقول لك مثلا ايه if you heat، لو انت تسخن this metal، هذا المعدن، يبقى انت بتخصص المعدن ده. اقول لك it will، بص كده it will، اقول ايه ها it will expand، سوف يتمدد، احتمال يتمدد واحتمال ما تكونش الحرارة هي اللي بتخليه يتمدد. يبقى انت طول ما بتستخدم صفة ملكية واسم اشارة حولها الى الحالة الاولى، يبقى لازم جواب شرط حالة اولى، لازم تلاقي will او may او can. انا عاوزك بقى تركز معايا في الجمله رقم 16 دي، لانها جمله مهمه جدا جدا، دي جمله امتحان. اولا حضرتك بقول لك هنا عندي جمله past simple ماضي بسيط وجبت كلمه after that، بعدها ممكن اجيب جمله ماضي بسيط. طيب وهنا بقول لي جمله ماضي بسيط وبعد كده في كوما، بعد في كده after which وبعد كده كوما ثم جمله ماضي بسيط. احنا بنقول جمله هنا بقول لي she was sent to prison، هي ارسلت الى السجن، يعني هي دخلت السجن. بعد كده حط لي فول ستوب، بعد كده بيقول لي اختار افتر ذات ولا افتر ويتش ولا هافنج، وبعد كده في كوما
she suffered a lot، يبقى هي دخلت السجن وبعد ذلك هي عانت كثيرا. دي جملة ماضي بسيط، والسنت ده ماضي بسيط مبني المجهول، was أو were ثم التصريف الثالث، وده التصريف الثاني، يبقى الجملة دي ماضي بسيط والجملة دي ماضي بسيط. بس الفكرة كلها اختار after that ولا after which. اولا having دي احنا هنشيلها طبعا لانها ما تنفعش، بتيجي في اول الكلام. طيب بيقول لي هنا لو وجدت full stop، full stop هنا full stop، يبقى في انقطاع للحدث ما بين الجملة الاولى والجملة الثانية، يبقى لازم ان انت تستخدم كلمة مين؟ after that. يبقى كلمة after that لو لقيت فيه هنا فول ستوب قبلها بتجيب بعدها كومة وبتكمل الجملة بتاعتها، لأن افتر ذات فصلت الجملة الأولى عن الجملة الثانية. طب يا مستر لو كان عندي فيه هنا كومة، يعني بعد كلمة تو بريزون دي لقيت فيه كومة هنا، لقيت فيه كومة قبل الجملة الثانية، يبقى لازم تستخدم كلمة افتر ويتش لأنها تبقى تتابع للأحداث. يبقى تاني افتر ذات وافتر ويتش. افتر ذات بستخدمها لما يجي قبلها فول ستوب وبعدها كومة ثم جملة ماضي بسيط وقبلها ماضي بسيط. after which بحط قبلها الكومة وبعدها الكومة وبجيب قبلها ماضي بسيط وبعدها ماضي بسيط. عاوزك تركز على الجزئية دي شوية. تعال بعد كده للجملة رقم 17، بيقول هنا before that. احنا عارفين ان كلمة before that لو جه قبلها full stop هنا يبقى هي المعنى الحقيقي بتاع كلمة after. يبقى هنا تاني before that لو جت في نص الكلام بالشكل ده بعملها كأنها زي after، يبقى بجيب قبلها past simple ماضي بسيط واللي بعدها past perfect ماضي تام. تعال الملحوظة التانية after that، after that دي تساوي المعنى الحقيقي لكلمة before، فbefore بيجي قبلها past perfect ماضي تام واللي بعدها past simple ماضي بسيط، يبقى before that تساوي الرابط after، وكلمة after that تساوي الرابط before بمعنى قبلها. الجملة أو الملحوظة رقم 18 بيقول لي if you لو جه بعدها كلمة would like أو would love أو would prefer بجيب بعدها تو زائد المصدر. أيوة مستر احنا عارفين الجزئية دي، بس في طالب ما بياخدش باله إن كلمة would دي ممكن تيجي كفعل شرط حالة أولى، يبقى معنى كده إن جواب الشرط هيبقى حالة أولى. يبقى إذا جاء بعد الفاعل كلمة would like أو would love أو would prefer بجيب بعدهم تو زائد المصدر، بعد كده بجيب جواب شرط حالة أولى. تعالى الرقم 19 it's impossible من المستحيل. اولا ده استنتاج، لو لقيت كلمة it's impossible يبقى دي تساوي المعنى الحقيقي لكلمة can't. طيب ولو لقيت يا مستر it was impossible كان من المستحيل، تقدر ان انت تستخدم في الاستنتاج كلمة can't have ثم التصريف التالت او couldn't have ثم التصريف التالت. بس في حاجة انا عاوز اقولها، ساعات يقول لك مثلا it's impossible ها دي تساوي can't have تصريف ثالث على حسب الجملة اللي هو مديها لك. بس بنقول لو انت كان عندك it was impossible كان من المستحيل، تقدر ان انت تستخدم كلمة couldn't have تصريف ثالث في حالة عدم وجود can't have تصريف ثالث، يبقى البديل بتاع can't have تصريف ثالث هو couldn't have تصريف ثالث، ودي بتستخدم في الاستنتاج في الماضي. اما لو كان الاستنتاج بتاعك في البريزنت يبقى بتقول كانت زائد المصدر او كانت بي. رقم 20 بيقول لك هنا خلي بالك، انت عندك كلمة كود هاف تصريف ثالث لما بنستخدمها في الاستنتاج تساوي المعنى الحرف الكلمة مايت هاف تصريف ثالث، تمام كده؟ تمام. طيب كلمة كود هاف تصريف ثالث دي احنا ممكن نستخدمها لما تيجي النتيجة عكسية عكس ما انت توقعت. فلو في جملة مثلا بتقول he didn't study any word، هو لم يذكر اي كلمة، he didn't revise anything ولم يراجع اي شيء، اقول لك he could have failed كان ممكن ان هو يرسب but he succeeded ولكنه نجح. وجود كلمة but دي بتجيب لك حاجة عكسية، بتجيب نتيجة عكسية، يبقى هو ما ذكرش اي كلمة، كان من المتوقع ان هو يسقط ولكنه نجح. وجود كلمة but وجات النتيجة العكسية بستخدم could have تصريف ثالث. يبقى تاني بقول لك he didn't study any word ولم يذكر اي كلمه، he didn't revise anything ولم يراجع اي شيء، ها he could have failed كان ممكن ان هو يرسب but ولكن ادي but هي he didn't ولكنه لم يفعل، يعني but he succeeded ولكنه نجح. تعالى للملحوظه رقم 21 كلمه could، خلي بالك من could ممكن يجي بعدها المصدر، كلمه could ممكن يجي بعدها have تصريف ثالث، تستخدم في الاحتمال الضعيف في حالة عدم وجود كلمة might، بستخدم could زائد مصدر أو could have تصريف ثالث. يبقى أنت لما بتلاقي مثلا I don't have any proof أنا ما عنديش أي إثبات، I don't think so لا أعتقد ذلك، I haven't decided yet لم أقرر بعد، I don't think so لا أعتقد، I don't believe لا أؤمن أو لا أصدق، أي عبارة من دي هتخلي الاحتمال بتاعك ضعيف، فتقدر تستخدم كلمة could مصدر أو could have تصريف ثالث مكان كلمة might. تعال بعد كده ملحوظة مهمة جدا جدا جدا،
بيقول هنا لو كان عندي وجد ظرف في الالزام والضروره. يعني ايه كلمه ظرف؟ زي مثلا كلمه really. really ده عباره عن ظرف. وبيقول لي اذا كانت have فقط موجوده بنختارها. يعني مثلا ايه؟ I really have to attend school early. انا حقا او بالفعل مضطر ان انا اروح المدرسه بدري. يبقى ده الزام خارجي. استخدمت عشان كلمه really في الجمله استخدمت كلمه have لان هي الوحيده اللي موجوده فاخترتها. طيب بيقول لك اذا كانت must فقط موجوده بنختارها. يعني لو كانت I really must help my mother، انا لازم ان انا اساعد والدتي مثلا، ممكن استخدم كلمه must عاديه خالص. طيب بيقول لك اذا كانت must و have في نفس الجمله بنختار كلمه مين؟ have. يبقى have تستخدم اكتر في حاله وجود الظرف في الالزام والضروره. الملاحظه رقم 23 بيقول لي هنا لو جبت فاعل، لو جبت فاعل، بس خلي بالك من دي، لو جبت فاعل ممكن تجيب didn't have to زائد المصدر، او need to have تصريف ثالث، او shouldn't have تصريف ثالث، او ought not to have تصريف ثالث. ايه الفرق ما بينهم؟ خلي بالك من اللي انا هقوله لك. الفرق الوحيد اللي ما بين كلمه didn't have to زائد المصدر ان انت كان من المفترض ان انت تعمل حاجه بس انت ما عملتهاش. يعني مثلا اقول ايه؟ I didn't have to study that lesson. انا ما كنتش مضطر ان انا اذاكر الدرس ده because I had studied it before، لان انا درسته قبل كده فانا ما كنتش مضطر، وبذلك انا ما راجعتوش او ما ذاكرتوش. يبقى كان من المفترض ان انت تعمل بس انت ما عملتش، يبقى النهايه انت لم تفعل. لكن need انت have تصريف ثالث. واحد بيقول لي ذاكر الدرس ده، فبقول بعد ما ذاكرته I need انت have studied that lesson. ما كانش من المفروض ان انا ذاكر الدرس ده because I had studied it مثلا ايه before، لان انا درسته قبل كده بس انت في الوقت ده انت ذاكرته. يبقى لما بتيجي تندم واحد بتعمل حاجه اسمها blame and regret، بتلوم وبتندم، بتستخدم need and have تصريف ثالث. اما لما تقول الحمد لله ان انا ما عملتش الحاجه دي، كان من المفترض ان اعملها بس انا ما عملتهاش. اقول لك مثلا I didn't have to kill him. انا ما كنتش مضطر ان انا، كلمه kill هنا بمعنى يضرب ضرب شديد، انا ما كنتش مضطر ان انا اضربه because he was a was not a liar، لانه ما كانش كاذب. فالحمد لله انا ما ضربتوش، يبقى انا ما ضربتوش وهو ما كانش كاذب، يبقى انت كده ما عملتش الحدث. لكن لما تضربه وتقول ايه والله يا ريتني ما ضربته، يبقى انت بتلوم نفسك بديد انتهاء في تصريف ثالث، او شود انتهاء في تصريف ثالث، او اوت نوت تو هاف تصريف ثالث، ما كانش من المفترض ان انت تفعل. تعالى للملحوظه 24، خلي بالك معايا في الجزئيه دي. بيقول لي في الملحوظه 24 هناك ظرف في جمله. لو كان في ظرف في الجملة زي كلمة nearly أو كلمة almost، فكنا بنستخدم معها كلمة every. طبعا احنا عارفين كلمة every وكلمة each، كان الفرق اللي ما بينهم ان كلمة each ممكن يجي بعدها حرف الجر، each one of you، each one of you، اي واحد منكم. وكلمة each تستخدم لما يكون العدد اللي قدام اتنين. يعني مثلا I have two brothers، انا عندي اخين اتنين، each one of them، ها كل واحد فيهم is very helpful to me، بيكون مفيد بالنسبة لي او مساعد بالنسبة لي او متعاون بالنسبة لي. يبقى لو ذكر الرقم اتنين ممكن تستخدم كلمة each. وكلمة every ما بيجيش بعدها حرف الجر خالص، ما بيجيش، ما ينفعش اقول لك every of them، لكن تقدر تقول every one of them. لكن each ممكن تقول each of them، اي حد منهم، لكن every بعدها ما يجيش حرف الجر الا لو ارتبط بعدها اسم every one of them. طيب الحاجة التانية، لو وجد عندك ظرف، يعني ظرف زي كلمة nearly بمعنى تقريبا، almost بمعنى تقريبا، أي ظرف موجود بتستخدم كلمة مين؟ every. ملحوظة كده على الماشي ومهمة. رقم 25 بيقول لو جبت في الجملة فاعل، فاعل وجبت have أو get، أيوة دي تفكرني بصيغة الكوزيتيف اللي هي صيغة السببية. لو احنا نفتكر إن صيغة السببية دي يعني إن أنا كنت بحتاج لحد عشان يقوم بمهمة بالنسبة لي أنا مش قادر أعملها أو ما بعرفش إن أنا أعملها. واحد ملوش في الكهرباء فجاب الكتريشن، جاب واحد بيصلح كهرباء، فني تصليح كهرباء، عشان يركب له مصباح كهربي، يبقى هو استعان بحد تاني. بيقول حضرتك لو جبت كلمة هاف أو كلمة جت أو مشتقاتها، يعني مشتقاتها؟ يعني كلمة هاف أو هاز أو هاد أو إز هافينج ووز هافينج وير هافينج أر هافينج أم هافينج هاز ثم هاد هاز هاد أو هاف هاد أو هاد هاد أو بأي شكل. كلمة جيت وجيتس وجوت، وطبعا كلمة هاز جوت وهاف جوت وهاد جوت والحاجات دي كلها بتجيب. لو لقيت هنا فاعل، لو لقيت هنا فاعل اللي هو الفعل الضمني، يعني مثلا I have a mechanic it check my car، انا بجيب ميكانيكي عشان يفحص العربية بتاعتي. طب قدر انت ما لقيتش مصدر، ما لقيتش مصدر بعد الفاعل، تعمل ايه؟ مكان اللي بيفرق كلمة هاف من كلمة جيت ان مع هاف بتستخدم مصدر ومع جيت بتستخدم تو زائد المصدر.
تقدر ان انت في كلتا الحالتين، في حاله عدم وجود المصدر او تو زائد المصدر بجيف فيرب اي ان جي، يبقى ممكن اقول لك اي جيت ا ميكانيك تو تشيك ماي كار صح، اي هاف ا ميكانيك تشيك ماي كار صح، او اي هاف او جيت ا ميكانيك تشيكينج ماي كار، يبقى فيرب اي ان جي. تعالى بعدها في حاله ان الجمله تكون باسيف يعني مبنيه للمجهول، انا خليت عربيتي تتفحص، برضو بنجيب الفاعل السبجكت، بنجيب هاف ومشتقاتها وجيت ومشتقاتها، ونجيب بعد كده المفعول اللي حصل عليه الفعل او تم عليه الفعل، ونجيب التصريف الثالث. لما اقول لك اي هاد ماي هير كات، انا خليت شعري اتحلق. اي هاد ماي كار ريبيرد، نفس الكلام. يبقى في حاله وجود المفعول صيغه الباسيف بنجيب تصريف ثالث للفعل. تعالى في الملاحظه رقم 27، لو كان عندك في الجملة بيقول لك it is أو it was أو it has been ثم التصريف الثالث في المبني المجهول بمعنى يقال أن أو قيل أن، يعني إيه الجزئية دي؟ يعني إحنا ساعات بنقول مثلا يقال أن اللبن مفيد لأنه بيعطينا الكالسيوم، مين اللي بيقول؟ أنت مش عارف، الجملة اتبنت للمجهول. يبقى تقول it's said يقال أن، it was said قيل أن، it has been said قيل أن، يبقى كلمة it دي يعني الفعل اللي بعدها بياخد شكل من التلاتة دول. أقول لك it's thought it was thought it has been thought it's feared it was feared it has been feared يخشى أن، طبعا بجيب بعدها الايه التصريف الثالث من الفعل اللي زي كلمة feared في كل الحالات، أو thought أو believed أو considered أو regarded كل الأفعال دي. تعالى في الملحوظة رقم 28 بيقول لي don't let yourself، دي مهمة جدا جدا جدا. هنا صيغه الباسيف اللي هو المبني المجهول بتعمل ايه في الصيغه دي؟ يعني بقول لك لو جبت كلمه dont let yourself be deceived يعني لا تدع نفسك تخدع، dont let yourself be loved at لا تجعل نفسك يضحك عليها، dont let yourself be cheated لا تدع نفسك تغش، خلي بالك منها. هنا بقول لك he doesn't let himself be deceived يعني هو لا يدع نفسه يخدع، يبقى بعد الضمير المنعكس، بعد الضمير المنعكس في وجود كلمة let لازم تجيب بيه ثم التصريف الثالث، عشان لو جاب لك تصريف ثالث بس تقول له غلط، لو جاب لك تو بي تصريف ثالث تقول له غلط، لازم بيه ثم التصريف الثالث. واحد يقول لي يا مستر لو سمحت انت ليه ما جبتش تو بي تصريف ثالث؟ اقول لك اصل عندك كلمة let وlet كان بيجي بعدها المفعول ثم المصدر، المصدر let me go، خلينا اذهب لو سمحت. let yourself لازم تجيب بعدها المصدر، والمصدر هنا verb to be، ولان الجمله مبنيه للمجهول يبقى لازم اجيب بعد بي تصريف ثالث. هل ينفع ان انا كنت اقول لك don't allow yourself to be deceived لا تسمح لنفسك؟ ما ينفعش، لان كلمه let هي اللي بتيجي مبنيه للمجهول، لكن كلمه allow بتيجي مبني للمعلوم. تعالى اللي بعدها الجمله رقم 29 او الملحوظه 29، he was robbed by a professional robber يعني هو سرق بواسطة حرامي محترف. عاوز اقول بس حاجة مهمة، هو انت ايه الفرق ما بين كلمة باي وكلمة with؟ قال لك باي دي بنستخدمها لما يكون اللي بعدها عاقل، عاقل، لكن كلمة with لما يجي بعدها اداة او شيء غير عاقل. لما اقول لك مثلا he was robbed by a professional robber يعني هو سرق بواسطة حرامي محترف، يبقى الحرامي ده دور فاعل، فاعل ده عاقل، يبقى لازم تستخدم معه باي. لكن لما اقول لك he was killed with a knife وقتل بسكين، يبقى with دي بيجي بعدها الاداه في الباسيف المبني للمجهول. تعالى بعد كده للفعل have، هل have ده ممكن ان احنا نحوله مبني للمجهول يبقى مثلا had اجيب منه التصريف الثالث؟ قال له لا. ليه؟ قال لك يتحول الفعل have في حاله المبني المجهول الى كلمه owned بمعنى امتلك، امتلك، possessed بمعنى امتلك. لو جت have بمعنى يشرب يبقى لازم تستخدم تصريفها الثالث drunk، ولو جت هاف بمعنى ايت يبقى ايتن بمعنى اكله، ولو جت بمعنى تيكا شاور يعني ياخد دش او هافا شاور يبقى بمعنى تيكن في التصريف الثالث. اقول لك لو جت بمعنى يدرس يبقى لازم اجيب التصريف الثالث منها تبقى ستادد. يبقى تحول كلمه هاف في صيغه المبني المجهول الى اوند بوسيسد درانك ايتن تيكن ستادد. بقول هنا هاف ا كار، هاف ا كار دي بمعنى يمتلك، ا كار ووز اوند باي هيم، هي هاز ا كار مثلا، هي هاز ا كار هو لديه سياره، يبقى ا كار ها is owned by him بمعنى تمتلك بواسطته، is possessed by him. نفس الكلام كلمة have lunch، I have lunch، يقول لك lunch is eaten by me. أقول لك إن have coffee، أقول لك coffee is drunk by me بواسطتي. نفس الكلام كلمة have a shower يبقى تستخدم لها taken، و have science بمعنى يدرس علوم لازم تستخدم لها studied. تعالى للملحوظة رقم 32، بقول لي كلمة سي ووتش ونوتس وهير، سي بمعنى يرى، ووتش يشاهد، نوتس يلاحظ، وكلمة هير بمعنى يسمع، وفيل بمعنى يشعر. الأفعال دي مهمة جدا جدا جدا. ليه؟ قال لك لأن الأفعال دي لما بتتبنى للمجهول بيبقى شكلها كالآتي،
يعني مثلا بتجيب مفعول وتجيب بعده ام او از او ار او ووز او وير، تجيب هاز بين او هاف بين او هاد بين، وتجيب بعدها التصريف الثالث من اي فعل من الافعال السابقه. يعني هنا لو كانت سي تبقى سين، لو كانت واتش تبقى واتش، لو كانت نوتس تبقى نوتسد، لو كانت هير يبقى هيرد، ولو كانت فيل يبقى فيلت. يبقى اقول لك مفعول ثم ام او از او ار ثم ووز او وير، هاز بين هاف بين هاد بين، ثم التصريف الثالث للفعل. طيب بعد كده هتعمل ايه يا مستر؟ انت بتجيب بعد ام واز وار ووز وير هاز بين؟ لا طبعا، انا بقول ام او از او ار او ووز او وير او هاز بين او هاف بين او هاد بين. يعني ام واز وار في المضارع ثم التصريف الثالث، ووز وير في الماضي البسيط ثم التصريف الثالث، هاز بين تصريف ثالث في المضارع التام، هاف بين تصريف ثالث في المبني المجهول في المضارع التام، هاد بين ثم تصريف ثالث في الماضي التام مبني المجهول. بعد كده بتجيب تو زائد المصدر او الفيرب اي ان جي. ندي مثال مثلا ايه؟ اي سو هيم ستيل ذا ماني، انا شفته هو بيسرق المال. اقولها ازاي بقى؟ ها هي ووز سين، هي ووز سين ها ستيلينج ذا ماني. طب لو انت كان عندك تو زائد المصدر في الجمله الاساسيه هتجيب بعد التصريف الثالث برضه تو ستيل، يبقى انت ممكن تقول ستيلينج او تو ستيل، فانت مخير ما بين الاثنين. طبعا هو لو جالك في الامتحان الاثنين انت على حسب، هو كان الحدث مستمر يبقى تجيب الفيرب اي ان جي، ولو كان من البدايه يبقى تو زائد المصدر.
الملحوظة 41، بيقول لي كلمة it's time، حان الوقت. لو قلت it's high time، حان الوقت. لو جبت كلمة I suppose بمعنى أنا أفترض، ده كله خلي بالك صيغة unreal past ماضي غير حقيقي. لو جبت بعدها it's time وجبت بعدها فاعل، حان الوقت لفلان، أنا بفترض إن فلان، خلي بالك it's time أحمد. لو قلت مثلا it's time أحمد مثلا joined the team، حان الوقت اللي يكون انضم فيه للفريق، بس هو ما انضمش، يبقى ده unreal past ماضي غير حقيقي. it's high time، ها واجيب برضو احمد joined the team. لو انت عاوز تجيبها ماضي بسيط مبني المجهول تقدر تقول مثلا ايه didn't join the team. I suppose، بس خلي بالك لو قلت I suppose انا افترض ان فلان ده هو يعني مفعول، انا بفترض ان فلان، فلان ده هو هيقوم بفعل تاني. I suppose he مثلا اللي هو مفعول he went home early، يعني انا افترضت او بفترض ان هو رجع بيته مبكرا. يبقى خلي بالك من الجزئية دي، يعني كلمة it's time it's high time I suppose بجيب بعدها الفاعل او المفعول ثم بجيب بعدها ماضي بسيط سواء تصريف تاني او didn't زائد المصدر. تقدر تجيب never تصريف تاني برضه، ما هو ماضي بسيط عادي في النفي never ثم التصريف التاني. طيب عاوز تجيبه مبني المجهول يبقى was انت او انت ثم التصريف التالت، او was او غير ثم التصريف التالت. اهم حاجه ان بعد اي عباره من دول بتقدر انت تستخدم بعدها ماضي بسيط عادي. طيب لو انا قلت I supposed انا افترضت، خلي بالك بقى من دي، لو جبت كلمه I supposed وحطيت هنا مفعول لازم تجيب بعدها هات ثم التصريف التالت. ليه؟ لان الفعل ده لما اتغير، لما الفعل ده اتغير الزمن بتاعه بكلمه supposed لازم اجيبه ماضي تام. يعني اقول لك I supposed he had gone home early، انا افترضت ان هو رجع البيت ايه مبكرا. دي بالنسبه للملحوظه رقم 41. طيب نروح للملحوظه اللي بعدها، الملحوظه 41 بيقول هنا لو كنت عاوز تكون سؤال في صيغه الباسيف اللي هو المبني المجهول بتجيب الكلمه الاستفهامية زي كلمه وات او وير او وين او واي او هاو. لو كان سؤالك عن المفعول اللي هو الباسيف في زمن المضارع البسيط بتجيب ام او اذا وار ثم المفعول ثم التصريف الثالث. لو كان ماضي بسيط ووز او وير ثم المفعول ثم التصريف الثالث. اما لو كان مضارع تام زي هاف هاز وهاف بتجيب بعدها المفعول ثم بين ثم التصريف الثالث. لو كانت هاد بتجيب بعدها المفعول ثم بين ثم التصريف الثالث. طيب بعد كده الملحوظة رقم 42. طبعا احنا فاكرين اللي هي مجموعة من الكونكتورز من الرابط زي كلمة سو كلمة ساتش. تعال نشوف بس دي انت ركزت عليهم قوي لانها جمل امتحان، جمل امتحان انا مدالك في شكل كانها عاملة زي المعادلة بالظبط، ركز عليها. اولا اول جزئية هنا بيقول كلمة سو بيجي قبلها جملة، بيجي بعدها صفة او ظرف ثم ذات ثم جملة تانية. I was so happy that I donated a lot of money to charities، انا كنت سعيد جدا خدت مبلغ كبير من المال، فزت بمبلغ من المال. I was so happy انا كنت سعيد ذات لدرجة I donated a lot of money to charities، اتبرعت بمال كتير للجمعيات الخيرية عادية. I was driving so slowly انا كنت بسوق ببطء شديد ذات I didn't want to make an accident، لدرجة ان انا ما كنتش عاوز اعمل حادثة. يبقى معنى كده ان انت بتجيب بعد سو صفة او ظرف ثم زاد ثم جملة. تعالى الملحوظة اللي بعدها، كلمة سو دي ممكن تجيب بعدها ميني او ماتش او فيو او ليتل، بس بشرط انك هتجيب بعدها الايه الاسم. يبقى سو بترتبط بالاسم امتى؟ لما اجيب كلمة ميني للعدد، ماتش للغير معدود، فيو قليل ولا يكفي للايه للعدد، ليتل قليل ولا يكفي للكمية، بجيب بعدها الاسم ثم زاد ثم جملة. اقول لك مثلا I have so much money that I can do anything، واحد بيقول انا معي مال كثير لدرجة ان انا اقدر اعمل اي حاجة. I have much money that I can do anything. I have many books that I can give anyone what they want، انا معي مال كثير من الكتب لدرجة ان انا اقدر ادي لأي حد ومحتاج اي كتاب. الحاجات دي كلها ان so بترتبط بالاسم بارتباطها بmany وmuch وfew وlittle. تعالى بعد كده الكلمة سو اقدر اجيب بعدها صفة او ان او ها او مفيش اداة ثم اسم. ايه الحكاية دي يعني؟ اقول لك مثلا ايه it was so tiring a day that I stayed at home feeling headache، يعني انه كان يوما متعبا لدرجة ان انا قعدت طول النهار في البيت حاسس بصداع. تاني كده it was so tiring a day that
I stayed at home feeling headache، لدرجة ان انا قعدت في البيت بشعر بكذا. يبقى انت بتختار الا والان مش على حسب الصفة في الوقت ده، على حسب الاسم. فلو كان اسم مفرد معدود بتدي له ا بادئ بحرف ساكن، اسم مفرد معدود بادئ بحرف متحرك بتدي له ان، لو كان اسم جمع، اسم جمع او اسم مفرد غير معدود اوعى تدي له اشارة، وبعد كده بتجيب ذات ثم الجملة اللي بعدها. طيب عاوز اقول برضو حاجة مهمة، ان احنا لما بيكون عندنا صوب عندنا ذات خلي بالك من الجملة اللي قبلها، لان الجملة اللي قبلها لو كانت ماضي يبقى لازم تجيب هنا ماضي، لو كانت مضارع يبقى لازم تجيب هنا مضارع. تعالى بعد كده الكلمة such. such ممكن يرتبط بها كلمة a lot of. احنا عارفين ان كده كده ان كلمة such اساسا ممكن يجي بعدها الاسم عادي، والاسم ده ممكن يكون اسم فقط او اسم موصوف. فهنا بقول لك ايه مثلا، I have such a lot of stories، يعني انا لدي الكثير من القصص. عادية خالص وخلصت الجملة، مفيش كلمة ذات، ما كملتش بجملة. كلمة such تتحملني ان يجي بعدها a lot of ثم اسم بس وانهي الجملة بيها، عاوز اجيب ذات بعدها واكمل عادي. يبقى انت ما تحتارش، كلمة such يجي بعدها a lot of، a lot of مش lots of، a lot of ثم الاسم. الاسم ده معدود او غير معدود؟ معدود او غير معدود؟ لو كان معدود لازم يبقى جمع، ولو كان غير معدود لازم يبقى مفرد. عادية خالص. اللي بعدها كلمة such. such ممكن يجي قبلها جملة، ا او ان او مفيش اداة، نو ارتكل، يجي بعدها صفة ثم اسم ثم ذات. عادية خالص. بقول لك مثلا ايه، It was such an interesting film that I watched it twice. لقد كان فيلما ممتعا لدرجة ان انا اتفرجت عليه مرتين اتنين. عادية. حضرتك قلت I او It was such an interesting film، انت جبت an عشان الصفة، لكن هنا كنت بجيبها عشان الاسم. an وجبت الصفة interesting بدأ بحرف الليم متحرك اللي هو ال I. طب لو كانت مثلا amazing نفس الكلام صفة هي. طب لو كانت مثلا صفة زي كلمة fantastic مثلا، It was such a fantastic a fantastic. يبقى ايه بتجيب بعضها الصفة لما بتكون ساكنة، وان لما بتكون متحركة، ومفيش أداة على حسب الاسم. يا مستر يعني معنى كده ان ايه وان على حسب الصفة اللي موجودة؟ اقول لك لا، التعامل بيكون على حسب الايه، على حسب كمان الاسم اللي موجود ده. واحد يقول لي طب استنى يعني ايه معنى كلامك؟ اقول له شوف، انت لما بيكون عندك ايه او ان او مفيش أداة نو ارتكل، بتتعامل في النهاية مع الاسم. الاسم ده لو كان مفرد معدود، مفرد معدود تقدر ان انت تدي له ايه او ان على حسب الصفه بادئه بمتحرك ولا بساكن. طب قدر كان الاسم ده جمع يبقى نو ارتكل، ما بياخدش الجمع ما بياخدش الايه ولا ان. قدر كان اسم انكاونتبل غير معدود ما بياخدش الايه ولا ان. يبقى معنى كده ان انت شغال عادي على حسب الاسم، اما بالنسبه لايه وان على حسب الصفه. دي مهمه مهمه مهمه، ادخل على الاهم منها. كلمه ساتش اقدر ابدا بيها الكلام، ازاي الكلام ده؟ ابدا بيها جمله، ايوه، تقديم وتأخير اسمه inversion. انت بتقلب الكلام زي في مثلا في العربي خبر مقدم ها مبتدأ مؤخر. عادية خالص. ممكن ابدأ بحرف الجر بالجر والمجرور في الجملة، في زيارة له اعرب فلان الفلاني عن مدى سعادته بزيارة الدولة كذا. عادية خالص. لو جبت كلمة such في اول الكلام بتجيب a او an او no article ثم صفة ثم اسم ده اللي احنا عارفينه، ثم فعل ثم فاعل ثم ذات. ايه حكاية الفعل ثم الفاعل؟ تعال ناخد مثال عليه. مثلا ايه، such A polite, a polite man is he that all people respect him. والنبي تاني عليا واحدة واحدة شوية، دي مهمة وجملة امتحان، جملة امتحان. يا مستر such اقدر ابدأ بيها الجملة، اقول لك ايوه يا ابني، هجيب بعدها a او an او no article ثم ال adjective الصفة ثم ال noun ثم ال verb ثم ال subject الفاعل ثم ذات. ال subject ده بالنسبة لك هيكون pronoun، هيكون ضمير. تاني such a polite man is he. ايوه استناني بقى. يبقى such لما انا بدات بيها الجمله حولت الجمله اللي بعدها الى جمله سؤال، جبت الفعل ثم الفاعل كانها سؤال بالظبط، فعل قدمت الفعل على الفعل. such a polite man is he that لدرجه all people respect him، يبقى انه يكون رجل محترم لدرجه ان الناس كلها بتحبه. طب ممكن تقلب لي الجمله مستر اقول لك ايوه يا ابني، هتقول ايه، he is such a polite man that all people respect him. يا سلام، دي سهلة جدا يا مستر. يبقى كلمة such، كلمة such لو جت في الجملة في أولها بجيب a أو an أو no article، بجيب الصفة ثم الاسم ده اللي احنا اتفقنا عليه زي الجزئية اللي فوق، ثم الفعل ثم الفاعل. لكن لو هبدأ بيها بجيب الفاعل ثم الفعل. تعالى اللي بعدها كلمة such. such يا مستر ممكن أجيبها وأجيب a أو an أو no article ثم صفة ثم اسم ثم فعل ثم فعل. إيه الحكاية دي بقى؟ أنا بقى عاوزك تركز في الجزئية دي. الصيغة دي ممكن تستخدمها باسف، ودي كده حاجة ما بين السطور. يعني
لان بقول لك فيلم زي ده شاهد الكثير من المرات، فيلم زي ده شوهد الكثير من المرات. بيقول لي مثلا، واحد بيقول لي التايتانيك مثلا، اقول له التايتانيك ده فيلم زي ده شاهد كثير من المرات. اقول لك such an interesting film was watched many times، مثل هذا الفيلم. مثل يبقى كلمة such لو جه بعد او ان او مفيش اداة ثم الصفة ثم الاسم ثم فعل ثم فعل، يبقى دي صيغة passive مبنية للمجهول. تعالى اللي بعدها كلمة enough. enough طبعا انت عارف ان كلمة enough كافي. اولا كلمة enough عرفها لي يا مستر. enough بمعنى كافي، يأتي قبلها صفة او ظرف، ما بعدها تزاد المصدر. طب انا عاوز اجيب الاسم، اجيبه قبلها ولا بعدها؟ يأتي الاسم بعد كلمة enough، سواء اسم معدود او اسم غير معدود. طيب بعد كده بتجيب تو زائد المصدر بعدها. بجيب جملة، وكلمة enough دي ممكن ان انا انفي الفعل بتاعها، يعني بتيجي مثبتة او بتيجي منفية. بس كلمة enough دايما تقول يا جماعة خليني في الصفات دي، ها الصفات الإيجابية، الصفات الإيجابية. نفسك تجيب صفة سلبية إن في الفعل معايا. يبقى كلمة enough أهيان بجيب جملة، الجملة دي تحتوي على صفة أو ظرف قبل كلمة enough to زائد المصدر. أقول لك he is perfect enough to get the prize، يعني هو بيكون إنسان كامل أو إنسان كويس جدا، إنسان مثالي إن هو يحصل على هذه الجائزة. أقول لك مثلا I have enough تايم، انا لدي ما يكفي من الوقت تو جيف يو ليفت، ان انا اوصلك. يبقى دي انا حاطط لك بوزيتيف ايجابيه، يعني صفه ايجابيه. لو كنت عاوز تجيبها نيجاتيف مفيش مشكله، بس هتنفع مع الفعل. كلمه تو دايما تيجي للصفات السلبيه، حتى لو كانت كلمه اكسبنسيف. انا بقول ساعات اكسبنسيف بتبقى صفه ايجابيه وساعات تبقى صفه سلبيه. اذا كانت غاليه جدا جدا وانت غني تقدر ان انت تشتريها، يبقى دي صفه ايجابيه بالنسبه لك. اذا كنت ما تقدرش وجات صفه اكسبنسيف يبقى صفه سلبيه. كلمة طول، واحد طويل جدا لدرجة ان هو مش عارف يسوق عربية مثلا، طويل مش عارف يدخل العربية، يبقى الصفة دي جت صفة سلبية. لكن اقول لك هو طويل بما يكفي ان هو يجيب الكتاب من على اخر شلف، اخر ايه شلف، اخر رف على مثلا ايه في المكتبة. اقول لك يبقى جت صفة ايه ايجابية. يبقى على حسب ترجمتك للجملة، اذا لقيتها جملة ايجابية بتستخدم انف، اذا لقيتها سلبية بتستخدم كلمة تو. تو طبعا ممكن يجي بعدها الصفة او الظرف تو زائد المصدر. اقول لك هي دروف تو سلولي to attend the meeting، يعني هو ساق ببطء شديد جدا لدرجة ان هو ما حضرش الاجتماع. ساق عربيته ببطء على سرعة 20-30 كيلو متر في الساعة، ما لحقش الاجتماع. يبقى دي صفة سلبية. اقول لك he ate بمعنى هو اكل، ها to hungrily يعني هو اكل بنهم شديد، to مثلا ايه ها to full او to fill مثلا his stomach، هو اكل اكل كتير جدا لدرجه ان هو كذا. تقول لي لا، مش اي حاجه بتحطها، مش اي جمله بتحطها، لازم الجمله تبقى موزونه. اقول لك مثلا this question، هذا السؤال is too difficult، صعب جدا to answer it، ان انا اجاوب عليه. يبقى اقول لك ايوه دي جمله مترتبه صح، لكن مش اي ظرف او اي صفه بتحطها كده وخلاص وتكون الجمله. يعني كلمه hunger لي من شويه ما ادتش معنى للجمله، يبقى انا مش محتاجها. يبقى لازم الصفه تبقى ماشيه مع الجملة أو الظرف ماشي مع الجملة. للناس اللي عندها حسن ملاحظة وعندها فهم جديد، تعال نشوف الجملة دي جملة مقارنة للمعنى. بيقول على فكرة أنت ممكن يجي لك في الامتحان What is the difference between these two sentences مثلا، أو the four sentences، إيه الفرق ما بين الأربع جمل دول أو جملة، وبتقارنها بالأربع جمل اللي تحتها. خلي بالك منها، ممكن يجيب لك أي سؤال في الجرامر، يبقى أنت لازم تخلي بالك. جملة معنى The tank contains enough pure water، يعني هذا التانك يحتوي على ما يكفي من المياه النقية أو المياه العذبة. هذه واحدة. بقول لك The tank contains pure enough water، إيه الحكاية دي بقى؟ أولاً كلمة contains enough فيه ما يكفي من الـ pure water. pure water الـ pure دي وصفت كلمة مين؟ ها؟ water. تمام. طيب هي الصفة بتوصف مين؟ الاسم. تمام. كويس قوي. الصفة بتوصف الاسم، يبقى كلمة enough دي كافي بدل الحال بتاعها. يبقى انت كده جبت حال، جبت صفة، جبت اسم. طب تعالى اللي بعدها The tank contains pure enough water. اولا كلمة pure ده عبارة عن صفة وصفت الاسم الموصوف. اولا كلمة enough water هنا مية كافية، مية كفاية، يبقى دي كده صفة مش حال. مية كفاية مش ما يكفي من الماء، مية كفاية. يبقى enough water مية كافية، يبقى دي صفة وده الاسم. كلمة pure وصفت الاسم الموصوف، لان انت عارف ان كلمة صفة بتوصف الاسم، والاسم ده حظه ان جه موصوف في الجملة. يبقى تاني كلمة enough pure water ده عبارة عن ايه؟ ها enough ما يكفي من pure water. يبقى كلمة enough هنا ممكن تيجي حال وممكن تيجي صفة للمية، صفة للمية.
للميه النقيه، لكن كلمه بيور جت صفه لكلمه ميه كافيه. فاذا لو دي صفه وصفت بيور ووتر، ولو دي صفه وصفت انف ووتر. تعالى بعدها الجمله 44 بيقول لك نيذر. انت طبعا عارف نيذر دي، نيذر ممكن تربط فاعل وفاعل ما بينهم كلمه نور، فان الفعل يعود على الفعل الثاني، زيها كلمه ايذر لو ربطت ما بين فاعلين فان الفعل يعود على الفعل الثاني. كلمة as well as بمعنى بالإضافة إلى ذلك، ربطت ما بين فاعلين مختلفين فإن الفعل يعود على الفاعل الأول. كلمة as well as إذا ربطت بين فاعلين مختلفين فإن الفعل يعود على الفاعل الأول. neither و either تعود على الفعل الثاني. neither فاعل أول، nor فاعل ثاني، الفعل يعود على الفعل الثاني. لو جبت كلمة either نفس الكلام، جبت فاعل أول، جبت or، جبت فاعل ثاني، فالفعل يعود على الفاعل الثاني. تعالى اللي بعدها كلمة سو، والنبي ركز لي على سو. سو ونيذر عاملين مشكلة مع بعض. واحد بيقول لك أنا بحب مصر، أقول له أنا كمان. واحد بيقول لي أنا عندي عربي، قلت له أنا كمان. واحد بيقول لي أنا بذاكر فيزياء طول الليل، أقول له أنا بذاكر كمان فيزياء طول الليل. تلاحظ إن الجملتين مثبتتين، وأنا كمان. وأنا كمان دي كنت بقول مي تو، وأنا أيضا. طب إحنا هنقول إيه؟ هنقول لو كانت جملة مثبتة هنا، واحد بيقول لك مثلا إيه، هي لايكس إيجيبت، هي لافز إيجيبت، هو بيحب مصر. سو دو أي، وأنا كذلك. الله، أنت عملت إيه؟ جبت سو بعدها صيغه سؤال كانه فعل ثم فاعل، فعل ثم فاعل. ايه الفعل ده؟ الفعل ده فعل ناقص او فعل مساعد. لو كان اصل الجمله هنا ماضي بسيط يبقى لازم الفعل هنا يبقى ديد ويبقى فعل مساعد. لو كان هنا مثلا هاز وهنا الفعل اي، يبقى اي هياخد هاف، يبقى هاف اي، سو هاف اي. مثلا واحد بيقول اي هاف، هي هاز جوت انف ماني، هو لديه ما يكفي من المال. سو هاف اي جوت انف ماني، وانا كمان. الفعل ده ليه شكلين، مساعد زي مثلا الفعل am او is او are او was او where او has been او have been او had been. لو كان فعل ناقص زي كان وكود وشال وشود ومي ومايت ومست وقطو والكلام ده، بعد كده بتجيب بعده الفعل. يبقى لو كانت الجمله الاولى مثبته وجبت سو، بتجيب جمله سؤال فعل ثم فاعل، والفعل ينقسم الى فعل مساعد او فعل ناقص. تعالى بعد كده لجمله منفيه. لو بدات بجمله منفيه حطيت فول ستوب، كتبت كلمه نيذر نفس الصيغه بس دي كمان جمله منفيه، بنفي بكلمه نيذر، والفعل ده بيبقى مثبت لان نفي النفي هيبقى اثبات، يبقى كده الجمله غلط لان الجمله دي منفيه. وانت عاوز تقول واحد بيقول لك انا ما بحبش السمك وانت بتقول له ولا انا كمان، ولا واحد بيقول لك انا ما بذاكرش الاحياء كتير وتقول له وانا كمان ما بذاكرهاش كتير، يبقى انت بتكرر نفس الكلام سواء مثبت او منفي. المثبت سو فعل فاعل، ونيذر للمنفي بتاخد فعل ثم الفعل، ونفس الكلام الفعل مساعد او فعل ناقص. تعالى بعد كده ركز لي بقى عليها الجزئيه دي. جمله منفيه، ماشي، جمله منفيه زي كلمه نيذر، جبت كلمه نور، جبت فعل مساعد او فعل ايه؟ ناقص. نفس الكلام حضرتك بتجيب الفاعل، يبقى كلمه نيذر او كلمه نور هما الاثنين شكل بعض في جمله منفيه، حضرتك بتجيب الفعل المساعد او الناقص ثم الفاعل. طيب تعالى بعد كده لحاجات بقى من المهمه قوي برضو في المنهج، كلمه هاف اوف. اولا كلمه هاف ممكن ترتبط بكلمه اوف لو جه بعدها اسم. طيب ماشي، طب والفعل هيبقى ايه، مفرد ولا جمع؟ اقول لك على حسب الاسم. يعني انت لو قلت مثلا هاف اوف ذا ستوري، نص القصه، فالقصه دي اساسا كلمه مفرده، يبقى فعل مفرد. هاف اوف ذا كيك، نص الكيكه اللي قدامك او التورته اللي قدامك، هي فعل مفرد لان كيك مفرده. هاف اوف ذا كيكس، نص التورته اللي موجوده او الكعك اللي قدامك ده، يبقى الكعك ده جمع، يبقى النص بتاعه هيبقى جمع لان نص الجمع جمع، يبقى فعل ايه، جمع. اقول لك هاف اوف ماي فريندز، نص اصدقائي، لازم فعل جمع، يبقى كلمه هاف اوف على حسب الاسم اللي جاي بعدها، لو كان مفرد بجيبه مفرد ولو كان جمع بجيبه جمع. يا مستر لو كان الكيكه دي اسم مفرد غير معدود يبقى فعله مفرد، لان كده كده الاسم الغير معدود اساسا بعمله معامله الاسم المفرد. طب والاسم المعدود يا مستر زي كلمه ستوري، ما هي كلمه ستوريز قصص. اقول لك يا ابني عادي، هاف اوف ذا ستوري نص القصه فعل مفرد، هاف اوف ذا ستوريز يبقى فعل جمع لان هنا على حسب الاسم. تعالى اللي بعدها دي مهمة، سؤال امتحان، ركز لي والنبي على شوية. بقول لك لو انت حضرتك جبت كلمة مثلا ايه، بتقول انا عندي 3 سنين ونص، عيل صغير كده بتقول له هاو اولد ار يو، كم عمرك؟ قال لك انا عندي 3 سنين ونص. قول ايه؟ اي هاف، انا لدي، ماشي. وبعدين لو انت قلت اي هاف انا عندي 3 سنين ونص مفيش مشكلة، ممكن تقول اي ام وخلاص. طب يا مستر لو قلت انا اكون 3 سنين ونص زيها زي اي هاف عادي في العمر، ممكن تستخدم هاف او تستخدم عادي فيرب تو بي. طيب يبقى تقول مثلا ايه في جمله زي كده، بتجيب العدد، هي مثلا از تو اند ا هاف ييرز، يعني هو عنده 2 سنين ونص. واحد يقول لي ليه جبت هنا الاسم جمع؟ اقول له استنى، اولا كلمه ا هاف دي انا عباره عن نص، تمام، وكلمه 2 ده رقم اهو. طب ده لو كان واحد اكتر من واحد يعمل معامله الجمع، فانت كده كده لو جبت هنا اي عدد، لو جبت واحد، واحد، اتنين، تلاتة، عشرة، مليون، مليار، جبت اند، جبت اهاف، لازم تجيب بعدها اسم جمع.
عنده 60 سنة ونص، 60 سنة و6 شهور، بقول لك he is 60 and a half years، 60 سنة ونص. يبقى دايما الاسم ده جمع، اذا جاء عدد ثم and a half لازم تجيب اسم جمع. اللي بعدها تعالى اللي بعده half of. احنا قلنا بقى خلاص half of دي على حسب اللي جاي بعدها، بس دي بقى مجموعة من الكلمات الشائكة. بقول لك half of the team، نص الفريق. طب ما الفريق ده جمع، نص الفريق. يا مستر بس في حاجة انا عاوز اقولها، الفريق كام؟ 11. ما ينفعش. ايه؟ قال لك لان حضرتك ما ينفعش ان انت تقول نص من عدد فردي، لازم نص من عدد زوجي، طول ما انت بتتكلم على العدد، لانك ما تقدرش كلمه تيم تقول ده اسم غير معدود. نص ال 1000 جنيه 500 جنيه، انت ما عندكش مشكله، لان اساسا المبالغ والحاجات دي تعامل معامله المفرط. نص ال 1000 جنيه بيكونوا 500. اقول لك مثلا ايه، half of a thousand pounds is 500 pounds، نص وكذا بيكون كذا، ده مفرط. لكن كلمه تيم وكلمه جروب وكلمه ستاف وكلمه كلاس وكلمه جروب معنى طاقم، ده كلها بتاخد فعل جمع ثابت ثابت ثابت. فعل جمع يعني ايه؟ يعني ار، يعني وير، يعني دو، يعني هاف، يعني فعل في المصدر، يعني وير فيرب اي ان جي، ار فيرب اي ان جي، هاف تصريف ثالث، هاد تصريف ثالث، عادي خالص بيتعملوا جمع. تعالى بعدها المعلومه 52 او المحفوظه 52، هاف ا. هاف ا سنتيمتر يعني نص سنتيمتر، نص يعني 5 مللي، هاف متر يعني 50 سنتيمتر يعني 50 سنتي. يبقى هاف ا يجي بعدها وحدات المساحه والمسافه والكلام ده كله والكميه والاحجام. اقول لك ها هاف مثلا هاف ا كيلومتر يعني نص كيلومتر يعني 500 ايه مترز، هاف ا مايل يعني نص ميل، هاف ان اور يعني نص ساعه، هاف ا جار يعني نص برطمان، هاف ا لوف يعني نص رغيف، هاف ا سلايس يعني نص شريحه. كل الكلام ده بالنسبه لنا عادي ما فيهوش مشكله. طيب تعال ملحوظه 53. بص بقى معايا، هو احنا عندنا جمله منفيه، عندنا بط، عندنا كلمه ايذر، مفيش مشكله. مستر تاني عندنا جمله منفيه، عندنا بط، عندنا ايذر. طب لو كانت الجملة دي مثبتة يا مستر هتحط بط؟ هتحط كلمة نيذر تاني. أنا عندي جملة منفية وعندي بعد كده بط. طيب هي كلمة بط إيه؟ رابط كونتراست، تناقض. طب إذا كان أنت جايب لي جملة منفية وحطيت لي كلمة بط، يبقى لازم أدخل كلمة إيذر، لأن إيذر هنا مثبتة سواء ده أو ده، كنا بنستخدمها للأوبشن للاختيار. يبقى معنى كده أي جملة منفية هتبدأ بيها هجيب كلمة بط أو هجيب كلمة يت أو هجيب كلمة هاويفر، غصب عنك لازم تجيب كلمة إيذر. يا مستر لو كانت الجملة دي هي كانت جملة مثبتة، جملة مثبتة مثبتة، حطيت كلمة بط أو يت أو هوفر، حط كلمة نيذر هنا، لأن ده كونتراست. يبقى لو كان ده منفي يبقى ده مثبت، ولو كان ده مثبت يبقى ده منفي. ونبقى نركز على دي. تعال الرقم 54، إيذر فاعل أول أور فاعل تاني، فإن الفعل يعود على الفعل التاني، إحنا لسه قايلينها زي نيذر بالظبط. طب تعالى اللي بعدها، إيذر أوف، إيذر أوف دي مهمة، إيذر أوف، إيذر أوف، either of my friends، اي حد من زمايلي هتديله مفرد، اي حد من زمايلي بيكون مؤدب. انا عندي 10 اصدقاء، اي حد فيهم بيكون مؤدب، اي حد من الجمع بيكون للمفرد مؤدب. كلمه neither of لو جبت اسم جمع بعدها برضو فعل مفرد. neither of my parents ولا واحد من اهلي is a doctor بيكون طبيب، عاديه خالص الجمله. يبقى كلمه either of اسم جمع فعل مفرد، neither of اسم جمع فعل مفرد، عادي. تعالى اللي بعده يا مستر لو سمحت، هي كلمة إيذر لو جه بعدها أوف، كلمة نيذر لو جه بعدها أوف، أقول لك يا ابني والله ممكن تجيب اسم أو تجيب ضمير. يا مستر الضمائر خمسة، أقول لك ضمير فاعل ولا مفعول ولا صفة ملكية ولا ضمير ملكية ولا ضمير منعكس، أقول لك اصبر بس. إيذر أوف هيجي بعدها كلمة أس. أس يبقى من كلمة نحن، يبقى ده ضمير مفعول. يو ضمير مفعول، ذم ضمير مفعول من كلمة ذي. نيذر أوف أس عادية خالص من وي، من هنا من يو، هنا من ذي. يبقى إذا كلمة إيذر أوف أو كلمة نيذر أوف تقدر تجيب بعدها زي ما انت شايف اسم جمع فعل مفرد، او انك تجيب either of us اي حد مننا وبرضه هتدي له فعل ايه مفرد. فعل ايه ها؟ مفرد. ليه؟ لان كلمه يو هنا مش انت، انتم او انتما او انتن، بس them بمعنى هم او هن، us بمعنى نحن للجمع. يبقى بعتبر ان ده كانه ضمير مفعول جمع واللي بعده فعل مفرد. بعد كده في رقم 59 بيقول لي everyone، احنا لسه قايلينها كلمه everyone، everyone of you عاديه خالص يا مستر. everyone of you حرف الجر يجي بعد كلمه one عادي مع كلمه every، مش هيفرق معايا. طيب everyone of you فعل مفرد، كل واحد منكم بيكون كذا، كل واحد منكم بيكون شاطر، كل واحد منكم بيكون خايب، كل واحد منكم هيعطى كذا، يبقى مفرده. طيب لو جبت كلمه every ممكن استخدم عدد جمع، يعني مثلا اقول لك مثلا ايه، ها every every جروب كل مجموعة، every team كل فريق، عادية يا مستر اهي عدد جمع team stuff لسه قايلينها، ها
every family، ما كلمة family هنا لفظ جمع مش مفرد، مش لفظ أسرة، لا ده أعضاء الأسرة كلهم. بعدين every 3 weeks يجي بعدها فترة زمنية، لو أنت عاوز تجيب كل 3 سنين أنا بزور مثلا فلان الفلاني في المكان ده، مكان بعيد، يقول لك every 3 weeks، every 4 years كل 4 سنين عادي. يبقى كلمة every ده ارتبط بقى كلمة one فعل مفرد، every يجي بعدها اسم جمع أو العدد اللي أنت شايفه، every 4 مثلا ايه، every 4 months كل 4 شهور، every 3 weeks كل 3 شهور، يبقى دي فترة زمنية. every لا تأخذ حرف جر، لا تأخذ حرف جر، اتفقنا على كده بعدها، يعني ما ينفعش يجي every of، ما ينفعش every in، ما ينفعش every at، ما تنفعش. تأتي مع الظروف زي كلمة nearly وكلمة almost، الظروف كلها أي ظرف لازم أجيب معاه كلمة every وليس كلمة each. اللي بعدها كلمة اتش، أول شغلانة لكلمة اتش إن اتش ممكن يجي بعدها اوف، اعرف إن هي زي كلمة ايذر وزي كلمة ايه نيذر، افري افري خلاص، اتش اوف، اتش اوف يجي بعدها مفعول، ضمير مفعول، افري اوف اس، ها افري اوف اس غلط، افري اوف اس غلط، ليه يا مستر غلط؟ أقول لك يا ابني افري ما يجيش بعدها حرف جر، لكن اتش وان اوف اس، اتش اوف اس صح، اتش وان اوف اس، أي حد مننا أقول لك صح، ما فيهاش أي مشكلة، خلاص كده؟ طيب تعالى بعد كده، تعالى بعد كده المين، ها بقول لك اتش اوف جبت بعدها اس او ديم او يو، يعني اقول لك وي اتش، ها كل واحد مننا، نحن جميعا، وي اول زي وي اول كده، ها ذي اتش اي حد منهم، يو اتش اي حد منكم. طب يا مستر وي اتش هنا، وي اتش ها نحن، وي اتش اجيب بعدها اسم ايه؟ قال لك استنى، اتش وان اوف اس او اتش اوف اس انت جبت بعدها ايه؟ هجيب بعدها فعل ايه؟ ها مفرد، اقول لك اه صح يا ابني، اقول لك طب وي اتش، وي اتش طب ذي اتش اي حد منهم، منهم برضه هيبقى فعل ايه؟ ها مفرد، يو اتش يبقى لازم فعل ايه؟ مفرد، خلاص كده؟ طيب بعد كده 62 اتش بيرتبط بها الفعل المفرد، اتش بيرتبط بها الفعل المفرد، خلاص كده؟ طيب شوف بقى كده معايا، She gave both of us 100 pounds. هي ادت كلانا، يعني احنا ادتنا احنا الاثنين، ها كل واحد 100 جنيه. لا ما هوش ده معنى الجملة. She gave both of us 100 pounds يعني هي ادتنا احنا الاثنين 100 جنيه، يبقى كل واحد فينا ياخد كام؟ 50 جنيه. يبقى لو قلت لك each يعني كل واحد gets، يبقى ده فعل مفرد. Each each one of us كل واحد مننا gets بيحصل على 50 pounds 50 جنيه عادي خالص. اللي بعدها مستر كلمة each of ممكن يجي بعدها جمع، قلت لك يا ابني ما انا قايل لك اهو ده ضمير جمع اهو وده جمع وده جمع، يعني ممكن each of يجي بعدها اسم جمع. طب وبعد كده يا مستر الاسم الجمع ده مش هجيب له فعل جمع، لانك انت بتقول كل واحد منهم بيكون، مش كل واحد منهم بيكون، كل واحد كل واحد، يبقى ده مفرد، يبقى لازم اجيب بعده فعل مفرد، يبقى ده ثابت each of اسم جمع فعل مفرد. تعالى لكلمة اتش بشكل بسيط، بيجي بعدها تشير الى اتنين، انت ليك ايدين اتنين، ليك اذنين اتنين، ليك عينين اتنين، اتش وان اوف ذيم اي واحدة منهم. افري تشير الى اكتر من اتنين، افري وان اوف ذا انجينيرز اي حد من المهندسين في المصنع هياخد كذا مثلا، بتشير الى اكتر من اتنين. ما اقدرش مثلا اقول لك في مدرسة بيكون اتش وان اوف ذا تيتشرز كل واحد من المدرسين، ده غلط طبعا، افري وان اوف ذا تيتشرز، لكن انا قدامي اتنين بقول لك اتش وان اوف يو اي حد منكم كل اتنين عاديه، اللي بعدها يبقى اتش للاتنين وافري اكتر من اتنين. كلمه بوث ليه مهمه قوي؟ اولا كلمه بوث تدل على مثنى، والمثنى في الانجليزي جمع، والجمع دايما زي ما انت حضرتك عارف بياخد فعل ايه؟ جمع، يبقى ياخدش فعل مفرد ابدا. كلمه بوث بتيجي لاتنين بس، ما تجيش لعدد فردي، ما تجيش لتلاته، ما تجيش لاربعه، هم اتنين بس، كانها تساوي كلمه اكابل، اكابل يعني اتنين او زوج وزوجه. كلمة طبعا both of us نفس الكلام، of the end داخل بعدها المفعول زي ما انت عارف، يعني تساوي كلمة we both، we both نحن كلانا كلانا كلانا، يبقى فعل جمع فعل جمع فعل جمع فعل جمع فعل جمع. both of you كلاكما يبقى you both فعل جمع. both of them كلاهما يبقى they both كلاهما برضه فعل جمع، يبقى ده كله فعل جمع. تعال ملحوظة 67 بقول لي كلمة all، all بقى على حسب. All the milk in the fridge is sour يعني كل اللبن اللي في التلاجة بيكون حامض، حامض خلاص را. اقول لك طب استنى، هو all of the milk نص اللبن، اللبن ده اسم مفرد غير معدود يبقى ياخد فعل مفرد. طب ماشي، all the story كل القصة مثلا makes me مثلا makes me مثلا ايه affecting بتجعلني مثلا ايه حاسس بشعور الشجن او بالحزن مثلا. اقول لك طب استنى بس استنى،
هي اولا كلمه اول دي على حسب الاسم، لو جه اسم مفرد معدود فحضرتك بتحط له فعل مفرد، لو جه اسم مفرد غير معدود فبتحط له فعل مفرد، لو اسم جمع معدود all the stories كل القصص are very interesting بتكون شيقه عاديه خالص، all the people in our street are polite people كل الناس اللي موجوده في الشارع عندنا ناس مؤدبين، يبقى انت بتقول all اسم جمع معدود ثم فعل ايه؟ جمع. الملحوظه 68 بيقول لك has او have gone to بمعنى ذهب ذهب ولم يعد. طيب has او have been to بمعنى ذهب وعاد، راح وجه، ذهاب وايه؟ يبقى ده سهم واحد، one arrow سهم واحد، لكن ده ذهاب وايه. طب اللي بعدها has او have been in بمعنى ذهب ولم يعد، بس ده اضطرار. اضطرار يعني ايه اضطرار؟ اقول لك استنى، واحد ركب اتوبيس راح القاهره فمعهوش البطاقه بتاعته فهم واخدينه على الاسم، هو راح هناك ولسه ما رجعش، يقول لك he has been in Cairo because he lost his مثلا ايه identity card لانه ما كانش معاه او فقد او ضيع بطاقته، يبقى هو هناك بوضع اضطرار، يبقى هناك ولم يعد. واحد مرض في مكان راح المستشفى قعد هناك ولسه ما جاش، يبقى ده الفرق، has been in بمعنى ذهب ولم يعد، اضطرار، سجن، وضع في مستشفى، ممكن نقول مثلا اتزحلق في مكان ومش قادر ان هو يروح فالناس خدته ببيتها، يبقى دي حاجات كلها اضطراريه. تعالى بعدها الكلمة يت، انت عارف ان كلمة يت بمعنى بعد، ايوه، وتساوي كلمة بط لما تيجي كرب التناقض في نص الكلام وبيبقى قبلها كوما، تساوي كلمة بط بالظبط وهاويفر، لكن دي بستخدمها في المضارع التنفي النفي وايه نهاية السؤال. مستر طب ما احنا عندنا كلمة نيفر، ينفع كلمة نيفر انفي بيها واجيب كلمة يت في النهاية؟ تقول لي لا، يت دي بتيجي مع كلمة هافنت او هازنت ثم التصريف الثالث، لكن مفيش حاجة اسمها هاز نيفر واجيب بعدها يت، لكن لو قلت هاز نيفر او هاف نيفر بجيب بعدها بيفور في نهاية الجملة، والنبي ركز على الحتة دي. كلمة يت تيجي رابط تناقض تساوي كلمة بط بيبقى قبلها كومة، ماشي، تيجي في المضارع التام، يجي في النفي او في السؤال في النهاية، بس النفي ما يكونش بتاع الجملة بكلمة نيفر لأن ممنوع استخدام كلمتين يدلوا على نفس الزمن مع بعض. كلمة جاست ناو ركز لي عليها، جاست لوحدها عادية وفاهم منها ان جاست لوحدها بتيجي قبل هاز او هاف بعدها تصريف ثالث بمعنى تو، لكن كلمة جاست ناو على بعضها ده بيجي بعدها ماضي بسيط. اي ميت هيم جاست ناو يعني قابلته حالا. بعدها اشورت تايم اجو تساوي كلمة اشورت تايم اجو منذ فترة قصيرة، دي كلها. ودي برضو تساويها نفس الكلام. يبقى دي كده شكلها مضارع تام ودي شكلها ماضي بسيط. هاز او هاف جاست تصريف ثالث بمعنى مضارع تام بمعنى تو، يجي بعدها مضارع تام. كلمة اوريدي تيجي ازاي؟ قال لك استنى. كلمة already دي بمعنى بالفعل وبتيجي للتعبير عن الدهشة، طب استنى موقعها في الجملة ممكن تيجي في النهاية، أقول لك طب ماشي تيجي في البداية، أقول لك لأ، أقول لك لو جت في البداية دي ما بتجيش في أول الجملة نفسها، لأ بيجي فاعل ثم هاز أو هاف ثم already ثم التصريف الثالث، لكن كبداية جملة ما تجيش، مفيش حاجة اسمها already I have مثلا done my homework بالفعل أنا عملت الواجب بتاعي، ما تجيش، لكن بجيب فاعل، بجيب هاز او هاب، بجيب اوريدي، بجيب تصريف ثالث، بكمل جملتي عاديه. طب لو جت في نهايه الجمله تدل على الدهشه، لما واحد مثلا يقول لي اي هاف دان ذا بروجكت، اي هاف دان ذا بروجكت اوريدي، واحد كان مشروع المفروض مشروع التخرج بتاعه ياخد منه اسبوع مثلا عشان يعمل له الديزاين بتاعه التصميم، عمله في 3 ايام، يقول لي اي هاف دان ذا بروجكت اوريدي، اقول له وات مثلا وات ا فاست انجينير، يا لك من مهندس مثلا سريع في الاداء بتاعه، يبقى كده انت بتجيبها في نهايه الجمله تدل على الاستونشمنت اللي هي الدهشه. الملحوظه 75 بيقول لي اتس ات هاز بين فتره زمنيه، ايوه احنا حافظينها يا مستر. كلمه سنس ممكن تيجي في نص الكلام، اقول لك ايوه سنس في نص الكلام مرعبه، سنس في اول الكلام مرعبه، هي سنس يعني ايه؟ قال لك سنس دي يا ابني ممكن بمعنى منذ او سنس بمعنى لان. طب اعرفها ازاي يا مستر؟ قال لك يا ابني لو جت كلمه سنس في اول الكلام وجه بعدها ماضي بسيط، ماضي بسيط ثم مضارع تام او مضارع تام مستمر يبقى دي بمعنى منذ. تاني سنس لو جت في اول الجمله، سنس اسمع كويس، سنس لو جت في اول الجمله يبقى بعدها ماضي بسيط، يبقى بعدها صفه ملكيه زي الاسم، يبقى بعدها اسم، يبقى بعدها فيرب اي ان جي الاشكال الاربعه دول، ويجي بعدها مضارع تام او مضارع تام مستمر يبقى بمعنى منذ. طب قدر انت جبت كلمه سنس في اول الكلام وجي بعدها ماضي تام ثم ماضي بسيط، اقول لك يبقى معنى الكلام ده ان في سبب ونتيجه، كوز وريزلت. سنس لو جت في اول الكلام بعدها ماضي تام ثم ماضي بسيط او ماضي بسيط ماضي بسيط، اعرف ان دي بمعنى لان، خلصان. تعالى بقى لسنس لما بتيجي في نص الكلام، قال لك بيجي قبلها اتس فتره زمنيه او ات هاز بين فتره زمنيه، سنس فاعل، لاست ماضي بسيط. خلي بالك من لاست دي اختياري، يعني اختياري
يعني تحطها بعد الفعل او تحذفها ما بتاثرش، وبعدها تصريف تاني ماضي بسيط سواء مثبت او منفي. يقول لك مثلا اتس 3 ويكس، انها مده 3 ايه اسابيع، سينس اي ميت ماي فريند، سينس اي لاست ميت ماي فريند، دي صح ودي صح. تعالى الكلمه سينس. سينس ممكن تيجي في نص الكلام، يجي قبلها مضارع تام او تام مستمر، ما بعدها اسم او فيرب اي ان جي او ماضي بسيط او صفه ملكيه ذات الاسم. تاني مضارع تام هاز او هاف تصريف ثالث، مضارع تام مستمر هاز او هاف بين فيرب اي ان جي، سينس اللي معناه منذ، يجي بعدها الاسم اللي هو الناون، يجي بعدها الفيرب اي ان جي اللي هو الجيرند، يجي بعدها الباست سيمبل الماضي البسيط، يجي بعدها بوسيسيف ادجكتيف اللي هي صفه الملكيه بلس ناون زائد الاسم. سينس ممكن لو جت في بدايه الكلام زمان لسه قايل لحضرتك، ممكن يجي بعدها ماضي بسيط او فيرب اي ان جي او اسم او صفه ملكيه زائد الاسم، ثم بعدها مضارع تام او مضارع تام مستمر، ما تتلخبطش. لكن لو جه بعدها ماضي تام ماضي بسيط يبقى دي بمعنى لان، جه بعدها ماضي بسيط ماضي بسيط بمعنى لان اللي بعد. تعالى للملحوظه 78، بيقول لي فاعل لاست واجيب بعدها تصريف ثاني هوين ماضي بسيط. اقول لك استنى، اولا كلمه هوين دي كلمه هوين، ما يجيش بعدها مضارع تام، مضارع تام يعني كلمة هوين دي يعني ما يجيش بعدها مضارع تام إلا في صيغة واحدة بس. إيه هي؟ لو جاء الرابط هوين في نص الكلام، اسمعني كويس، لو جه الرابط هوين في نص الكلام، هوين في نص الكلام، لو جه هوين في نص الكلام وجه قبله ويل زائد المصدر أو بي جوينج تو اللي هي صيغ المستقبل، تيجي كلمة هوين ثم بعدها مضارع بسيط أو مضارع تام. طيب يا مستر، لو انا لاحظت اي فعل في زمن الماضي، حضرتك عندك صيغه بتقول فاعل لاست تصريف ثاني هوين ماضي بسيط، اي لاست سوهم، انا اخر مره شفته وين وي وير تشيلدرن، عندما كنا اطفال، عاديه عاديه. لكن تعال هتالي في المستقبل، اي ويل ميت يو، انا سوف اقابلك، هوين اي فينيش ماي ستاديز لما اخلص دراستي، او هوين اي هاف فينيشد ماي ستاديز لما اخلص دراستي. ركز اللي بعدها، كلمه فور وسنس. طبعا انت عارف كان في فرق كده، كان في جدول كده محترم كانوا بيعملوه لنا في الاعدادي ونقعد نحفظه والاستاذ يضربنا لما نتلخبط، برضه خلي بالك منه. في فرق ما بين كلمه فور، اسمعهم مني قبل ما نقراهم، فور ممكن يجي بعدها كلمه ذا لاست زائد فتره زمنيه، ذا لاست مثلا تايم، ذا لاست يير السنه اللي فاتت، الكلام ده. وكلمه سنس بيجي بعدها لاست ثم الفتره الزمنيه. تمام يا مستر. قدر يا مستر جت كلمه، جاب جمله في البدايه، جملة عادية خالص، مثلا فرضا مضارع تام في البداية، وجاب فور أو سينس وقام حاطط ذا لاست تايم أي ميت هيم، استناني بقى، ذا لاست تايم أي ميت هيم، ذا لاست تايم آخر مرة أنا قابلته. والنبي استنى، هي الجملة دي زمانها إيه؟ قال لك الجملة دي بعد ذا لاست جه ماضي بسيط، أقول لك بس يبقى سينس. طب ذا لاست يير السنة اللي فاتت يا مستر ذكرت وما جابش بعدها أي حاجة، حط كلمة فور. يبقى اذا جت كلمه ذا لاست ثم جمله ماضي بسيط، حط كلمه سينس وانت مغمض، لان سينس بتهتم زي ما قلنا فوق بالماضي البسيط، لكن كلمه فور ما بتهتمش بالماضي البسيط. طب بعدين كلمه ذا لاست جت بس لوحدها، ذا لاست تايم مثلا، ذا لاست يير السنه اللي فاتت، استخدم كلمه فور طول ما انت ما عندكش اي جمله بعدها. ركز، تعالى المجموعه من الاكسبريشنز، التعبيرات بترتبط بكلمه فور. فور از لونج از اي كان ريمبر، يعني بقدر ما اتذكر، بقدر ما اتذكر، دي صيغه لازم تحفظها على بعضها، دي كانت موجوده عندك في يحيى. فور اوايل لبرها من الزمن، فور اوايل فور ذا لاست ثم فتره زمنيه، فور ايجز يعني لعصور او لازمنه، دي اشهر الكلمات. تعال اللي بعدها كلمه سينس. سينس ممكن يجي بعدها صفه ملكيه زائد الاسم، سينس مثلا اور تشايلد هود، منذ الطفوله بتاعتنا، عاديه خالص، او يجي اسم بس، او يجي شهر، او يجي سنه، او يجي فصل من فصول السنه، زي مثلا وينتر سبرينج سمر اوتم، يوم ساتردي ساندي ماندي، ايو لاست وفترة زمنية، أو كلمة زين، سينس زين، منذ ذلك الحين. ركز على الأجزاء دي بالله عليك.
خلي بالك بقى من الطلقات اللي جايه دي، لانها سؤال امتحان ومهم جدا جدا جدا. مجموعه من الافعال انا بسميها عصبه الشر. ليه؟ لان ساعات بيجي بعدها مفعول، ساعات ما يجيش مفعول، بتلخبط الجزء اللي بعدها. طب تعمل ايه؟ شوف، كلمه سجست بمعنى اقترح. لو انا جبت قبلها فعل اي سجست ولقيت مفعول، اي سجست محمد مثلا، اجيب بعدها ايه؟ بلاي فوتبول، انا بقترح على محمد يلعب كره قدم. وانت ليه ما جبتش تو زائد المصدر؟ اقول لك بس اصبر، انت لو عندك سجست وعندك بعدها مفعول بتجيب مصدر، طب ما لقيتش مصدر بتجيب شوت زائد المصدر بس ثابت. كلمه سجست لو ما جاش بعدها مفعول، سجست دي لو ما جاش بعدها مفعول بتعمل ايه؟ تجيب بعدها جيراند او ناون، يعني فيرب ان جي او اسم اهي. اي سجست بلاينج فوتبول، انا بقترح لعب كره القدم. اي سجست مثلا جوينينج ذا تيم، انا بقترح الانضمام الى الفريق. كلمة encourage بمعنى يشجع، encourage بمعنى يشجع، لو ما جاش بعدها مفعول بتجيب verb ing أو noun، يبقى كلمة encourage تساوي كلمة suggest لو ما فيش مفعول بتجيب noun أو verb ing. طب كلمة encourage يشجع لو جه بعدها مفعول تحط تو زائد المصدر، يبقى هي عكس كلمة suggest. يبقى encourage لو جه بعدها مفعول مش زي suggest، لأن suggest بيجي بعدها مصدر أو شوت زائد المصدر، لكن encourage مفعول تو زائد المصدر. عكس كلمة encourage يشجع هي كلمة discourage بمعنى يحبط أو يثبط الهمة، يعني بنسميها اللي هو يعني ايه، يحبط واحد لا يشجعه، يقلل من الهمه بتاعته. بجيب بعدها المفعول فروم فيرب ان جي او ناون، اقول مثلا ايه، اي ديسكرجد هيم فروم جوينينج ذا تيم، يعني انا احبطته من الانضمام الى الفريق، يعني انا منعته، سواء كلمه بريفنت. كلمه ديناي بمعنى ينكر، ديناي اساسا بيجي بعدها فيرب ان جي، ريكومند بيجي بعدها فيرب ان جي. امتى ريكومند يجي بعدها تو زائد المصدر؟ لو ريكومند يجي بعدها مفعول ريكومند، لو جه بعدها مفعول حضرتك بتجيب تو زائد المصدر، وهتساوي في الوقت ده كلمه مين؟ انكرج بالظبط. ادميت بمعنى يعترف، بيجيب بعدها فيرب ان جي. ساعات ادميت ممكن تاخد مثلا تو، ساعات يبقى فيرب ان جي. طب كان في كلمه اسمها اوبجكت تو، اوبجكت تو، اوبجكت تو يعترض على، كان بيجي بعدها فيرب ان جي. كلمة طبعا اوفر بمعنى يعرض، كلمة ادفايز ينصح، كلمة ديسايد يقرر بيجي بعدها تو زائد المصدر. لكن ديسايد دي لها شغلانة شوية، ديسايد ممكن يجي بعدها ذات جملة كاملة، ديسايد يجي بعدها اون، لو جت كلمة ديسايد اون اعرف ان هي بمعنى تشوز، يعني اختار. خلاص كده تمام. اللي بعده كلمة ماست. ماست دي عاملة مشكلة كبيرة جدا جدا في تحويلها من المباشر الى غير مباشر. يعني قال لك يا مستر ماست دي بتحول الى اربع اشكال. يا مستر احنا كنا عارفين ان ماست ده مودال فيرب، يعني فعل ناقص، كنا بنحوله الى كلمه اوتو بمعنى كان ينبغي ان يفعل. لكن في المباشر وغير المباشر بتاخد اربع اشكال، عاوزك تركز معايا وتبقى حلو كده وانت بتفهمهم. كلمه ماست بتتكلم على اربع حالات، بتتكلم على قانون عام، يعني رولز اند لوز، قواعد وقوانين، ما بتتحولش ماست زي ما هي. لو بقول لك مثلا ايه، You must follow the rules، يجب أن تتبع القوانين، أقول لك He asked me that I must follow the rules، عادي. He asked me to follow the rules لو أنت عاوز تجيبها بتو زائد المصدر، لكن must لو جت قوانين يبقى غصب عنك لازم تجيبها أو تحولها إلى must زي ما هي بالظبط، سيبها زي ما هي. must لو بقول لك مثلا إيه، He said to me، هو قال لي، I must visit my uncle today، أنا لازم أزور عمي النهارده. الله، ده كده ايه، ها ده ضرورة في الحاضر. طب ما تحولها الى ضرورة في الماضي، يقول لك he told me that he had to visit his uncle، وكمل بقية الجملة. يبقى must اذا كانت بمعنى الضرورة في الحاضر حولها الى had to. تعالى اللي بعدها يا مستر، قدر كلمة must جت ضرورة في المستقبل، ضرورة في المستقبل لازم تحولها الى will have to زائد المصدر. I must visit my uncle tomorrow، انا لازم ازور عمي بكرة، اقول لك he told me that he will have to visit his uncle tomorrow. يا مستر لو انا ما كانش عندي كلمة will ولقيت كلمة would have to، عادي تجيب بدل كلمة will تجيب كلمة would، الاتنين شغالين، بس اهم حاجة بتحولها بالشكل ده. اللي بعده يا مستر، طيب لو بقول مثلا he said to me، هو قال لي this man، هذا الرجل must be a doctor، اكيد انه دكتور، يقول لك he told me that man must have been a doctor، اكيد انه كان طبيبا. يبقى معنى كده ان كلمه must في الاستنتاج بتحولها الى must have تصريف ثالث، لو كانت ضروره في الحاضر بتحولها الى had to، لو كانت ضروره في المستقبل، لو ما لقيتش would have to زائد المصدر بتاخد will have to زائد المصدر، لانه ساعات بيجيبها، كانت موجوده في كتاب توب ستودنتس ان هو جاب كلمه will have to زائد المصدر وكانت دي رفعت كلمه must في الضروره في المستقبل.
ركز لي بالله عليك على الأجزاء دي شوية.
ملحوظة، وإن كانت ملحوظة يعني هنركنها شوية أو على الرف شوية، أو يعني ملحوظة ترايفيال تافهة، ولكن ممكن تعرض لها في الامتحان. لو واحد بس بيسألك بيقول لك إيه، بواسطة من قتل الرجل العجوز؟ بواسطة من قتل الرجل العجوز؟ أولا حضرتك عندك صيغة مبني المجهول قتل الرجل العجوز، كلمة بواسطة، أنت المفروض إن أنت تقول بواسطة، يعني أنت بتسأل عن الراجل اللي قتل. بواسطة من هتقول إيه؟ باي هوم ووز ذا أولد مان كيلد. أدا سؤال، واحد قال لي هو ووز ذا أولد مان كيلد باي، ده سؤال. واحد قال لي هو كيلد ذا اولد مان، ده سؤال. واحد قال لي باي هوم او باي هو، باي هو لان احنا قلنا باي هوم، باي هو ذا اولد مان was killed. واحد قال لي by who was the old man killed، وده علامة استفهام. تعال نشوف مين الصح الأول. أقول لك قبل ما أقول لك الصح، تعال ما أحكي لك حكاية. هو انت عاوز ان انت تجيب الجملة دي الاول مبنية للمجهول، انت عاوز تقول بواسطة من قتل الرجل العجوز، يبقى قول ايه؟ ذا اولد، هجيبها جملة خبرية الاول، ذا اولد مان ووز كيلد باي، لسه قايل لك يقتل بواسطة شخص او بأداة، باي سم ون ان نون. اقول لك قاعدة هنا معلش كده استحملها مني. اولا كلمة someone وكلمة somebody وكلمة anyone و anybody والكلام ده كله اللي هي العائلة بتاعت كلمة body و one و thing كلها الصفة بتيجي بعدها. كلمة unknown يعني غير معروف، الرجل العجوز قتل بواسطة شخص والصفة جت، ما ينفعش اقول لك unknown someone، someone unknown شخص غير معروف، ادي قاعدة. يبقى كلمة someone وكلمة somebody وكلمة something يجي بعدها دايما الصفات، تمام. انت عندك هنا باي وعندك هنا صمون انون يعني شخص غير معروف، يبقى انت هتقول بواسطة من. طب حلو، واحد قال لك طب ما تقول هو دهيا للعاقل لان اللي قتل ده عاقل عادي. طب هجيب كلمة باي، اقول لك غلط. ليه؟ لان لسه شارح لك من شوية ان كلمة هو ما بيجيش قبلها حرف الجر، يبقى ممنوع استخدامها. يبقى تعالى كده ندور، باي هو غلط، باي هو ادي غلط يا مستر. طب ممكن هنا برضو في غلطتين وهنا في غلطة، ايه الغلطتين اللي هنا؟ اولا باي جت هنا قبل هو، ادي غلطة، زائد ان انت ما جبتش ووز قبل ذا اولد مان، لان طبعا بعد كلمه هو او اللي هي الكلمه الاستفهاميه لازم بتجيب ووز او وير طبعا، او ام او اذا او ار، بتجيب الفعل ثم المفعول، يبقى دي غلطتين. لكن دي كده مترتبه صح، لكن الجزء ده هو اللي كان غلط. طب تعالى اللي بعد كده. طب ما انت هتقول بواسطه من، يعني معنى كده ان انت ممكن تقول ايه؟ هو لوحدها من غير باي هي، هو ووز ذا اولد مان كيلد باي. تصدق ان باي بعدت عن كلمة هو، يبقى الجملة دي صح. طيب هو ووز ذا اولد مان كيلد باي، يبقى الجملة دي صح. اللي بعدها، مستر لو سمحت انا عاوز باي تيجي قبل كلمة هو. اقول لك يا حبيبي ما تنفعش، اقول لك خلاص ما تحولها لنا مستر زي الاعدادي كده، باي هوم بواسطة من، وذ هوم مع من، خلاص كده. يبقى باي هوم ووز ذا اولد مان ووز كيلد، ما دي باي هوم ووز ذا اولد مان ووز كيلد هي بواسطة من قتل الرجل، يبقى الجملة دي صح. يا مستر أنا بقول بواسطة من قتل الرجل العجوز، طب ما أنا ممكن أحولها لجملة مبنية للمعلومة دي، من الذي قتل الرجل العجوز؟ من الذي، ما أنت بتقول بواسطة من، طب ما تيجي مبني المعلومة أهو كلمة ذا أولد مان. ركز بقى على الأجزاء دي وخلي بالك منها.